دكتور ماجد طبعا هنتكلم النهارده عن اللارج انتستين السلايدز كورتزي ودكتور صبحي الكفافي. اللارج انتستين او القولون دي اخر حته في الجهاز الهضمي هندرسها وهي فعلا اخر الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي ابتدى بالبوق المريء المعده سمول انتستين وبعدين اخر حاجه اللارج انتستين او القولون. عرفنا الاكل اتهضم وامتص وصل بقى من السمول انتستين الاليوم ده اخر حاجه في السمول انتستين هيخش في القولون بقى ده القولون بتاعنا خلاص. المنظر قولون بالطريقه دي خلاص عشان كده مرض القولون هو منتشر يمكن 15% الناس عندهم القولون العصبي ده اللي احنا بنقول عليه اللي هو اجريفيتد باي فود اكل معين او الستريس او للنرفزه والكلام ده كله. فالقولون العصبي دي من الحاجات اللي مشهوره قوي في مصر ده تلاقي مكانه الالم يعني العيان يشاور لك كده على ايه الجوانب بتاعه البطن كده خلاص وايه فوق المعده هنا وبعدين الجوانب يعني دايما تلاقي القولون ده المه في الجوانب كده اكتر او ممكن يمشي كده تحت المعده المهم او فوق المعده قصدي. ده القولون بتاعنا بيشتغل ازاي؟ في ثلاث أجزاء وظائف مختلفة. احنا عارفين هنا في absorption في السمول انتستين حصل امتصاص معظم الامتصاص بيحصل في الأمعاء الرفيعة أو سمول انتستين. اللارج انتستين بيكمل في الجزء الأولاني ده بالامتصاص. مفيش هضم زي سمول انتستين، سمول انتستين كان في هضم أول ما نخش هنا مفيش هضم خلاص عملية الهضم انتهت. في الكارنيفورا اللي هو زينا اللي هو أكل الجروح اللحوم. في الاكل النباتات زي الارانب لا الارانب القولون بتاعهم يهضم في انزيمات سيليوليز بيهضم السيليولوز لان هم بياكلوا عضو ياكلوا بقى ايه في الجزر وحاجات الايه النباتات دي وفي كلها فيها سيليولوز لا ده هم اللي عندهم السيليوليز ده الانزيم ده بيكسر السيليولوز ده اللي هو عندنا في البني ادمين بينزل في البراز عباره عن الياف وخلاص لا ده هو يتكسر ويتحول لسكر ويمتص خلاص يبقى ده عملية الهضم دي مش موجودة في الإنسان لكن موجودة في الهربيفورا أو أكل النباتات زي الأرانب. يبقى الجزء الأولاني ده بس للامتصاص يبقى مفيش هضم في القولون بتاع الإنسان لكن في امتصاص بيمتص حاجات بسيطة يعني ملح ومية وكلام من ده. بعدها بعد ده الوظيفة دي اللي هو الجزء ده بيبقى عندنا الجزء ده للتخزين بقى كل ده لغاية هنا للتخزين. خلاص انا اكلت افضل اخزن لغايه هنا. يجي بقى وقت الايه ده كل ده بنقول عليه ستورج. هيجي وقت الايه التبرز او الديفيكيشن هيبتدي بقى ايه يخرج بقى خلاص كلنا بنحس بقى اول ما البراز ينزل في المنطقه دي الانسان يحس ان الايه ان البراز قرب على الخروج ويضطر ايه يروح يعمل يتبرز. لما بيجي له الاحساس ده القولون سوري لما بيحصل الاحساس ده البراس امباثيتك بيشتغل بقى عن طريق البلفيك نيرف ويعمل كونتراكشن هنا للريكتال وول وريلاكسيشن للسفنكتر في البراز يطلع يبقى دي اخر عمليه عمليه اخراج الايه البراز. يبقى ده اللارج انتستين تكوينه وايه وظيفته. يبقى بيبتدي هنا في الاول من الابندكس هنا بيبقى الجزء هنا فيه الوزايد الدوديه وبعدين هنا السيكم وبعدين هنا ترانسفيرس كولون او القولون المستعرض وبعدين سن كولون القولون النازل لان ده كان القولون الصاعد ده سن كولون وبعدين هنا الحته دي فيها السيجمويد اللي هنا دي السيجمويد والريكتم وبعدين فتحه الشرج اللي فيها اثنين سفنكتر انترنال واكسترنال سفنكترز هنا السفنكترز الاكسترنال احنا بنتحكم فيها عشان كده الواحد يقدر ياخر البروز بتاعه لحد ما الانترنال لا دي تبع الباراسمباثيتك دي ما عندهاش عليها كنترول هي دي اللي بتخرج البراز لكن احنا ممكن نمنعه لحد معين كم دقيقه مثلا او ساعات بان احنا نقبض الاكسترنال سفنكتر على يعني ما يجي الوقت المناسب وبعدين يحصل الديفيكيشن عايز استنى لما اروح البيت مثلا واعمل تبرز او كلام ده. يبقى ده اللارج انتستين ان جنرال نفس الكلام ده هتلاقيه معاد هنا ادي دايجيشن احنا قلناها والابسوربشن وفيه فانكشن ما قلناهاش اللي هي سكريشن اوف ميوكس. الميوكس ده هو اللي هو عباره عن الماده دي اللزجه دي
اللي بتعمل التزحلق، زي ما بتعمل تزحلق البراز يمشي ايه، او الفود الاكل المهضوم ان هو يمشي كده ايه، الماده لازقه ايه تخليه يقدر يمشي خلاص. لو مش فيش الماده دي هتلاقيه ماسك بقى ما بيتحركش. الماده دي برضك الميوكس موجوده عندنا في الجهاز التنفسي، برضك تحمل التراب والكلام ده يخليه ايه لغايه لما كحه او يطلع سنيزنج غيره ويطلع اخرج منه. فطبعا مهم جدا الميوكس في الانسان، نوع من البروتين اللزج اللي هو بيساعد على طرد الفضلات وطرد التراب والكلام ده كله. في كمان فانكشن لسه ما قلناهاش اللي هي البكتيريال اكشن. القولون فيه بكتيريا كثيره بنقول عليها فلورا، والبكتيريا دي ممكن تكون مفيده او ضاره. المفيد منها بيعمل لنا الفيتامين كي والبيت كومبلكس والامينو اسيدز والكلام ده كله. طلع مهم قوي البكتيريا اللي عندنا دي، وتتأثر علينا في امراض ثانيه. يعني كل حاجه دلوقتي رجعوها البكتيريا دي، احنا عندنا بكتيريا معفنه في القولون، يبقى دي هتسبب لنا امراض. بكتيريا كويسه ومفيده يبقى دي كويسه لنا. طبعا استخدموها بقى في الايه، في دكاتره الجهاز الهضمي يحسنوا البكتيريا دي، ويدوها حبوب دلوقتي لاكتوباسيلس والحاجات دي، انها بناكله بيديك بكتيريا تشتريها في حبوب وتبلعها، والبكتيريا دي تفضل في القولون وتحسن لك وظائف القولون، وبرضك لها اعتقاد انها تأثر على امراض تانية في جسمنا. يبقى خلاص عرفنا من انواع الفوائد بتاعت القولون ان هو في بكتيريا بتفيدنا كمان. خلاص هذه تقريبا 5 فوائد. هي الفوائد بتاعتنا بتاعت القولون ان هو بيساعدنا الدايجيشن في الانيمالز مش فينا، اللي هم الانيمالز اللي هي بتاكل نباتات، والابسوربشن طبعا بقيه الوظائف في الانسان، ابسوربشن او سيكريشن اوف ميوكس. هنا وهنا سيكريشن اوف ميوكس اهي، يبقى ابسوربشن سيكريشن اوف ميوكس، وبعدين الحاجات اللي قلناها دي اللي هي البكتيريا الاكشن دي المفيده، والستورج اوف فيسز اللي احنا قلناها، والديفيكيشن. خلاص يبقى دي وظائف، 6 وظائف اهم، بس هي الوظيفه الاولى الدايجيشن مش في الهيومن. خلاص يبقى كده القولون ده نهايه الجهاز الهضمي. طب لو جالك سؤال هيبقى شكله ايه؟ هو شكله كده. دي سؤال مثلا، ده نفس الكلام اللي احنا قلناه بس بالعربي عشان اللي عايز يفهمه، الانجليزي بتاعه ضعيف او حاجه. ادي الجهاز الهضمي وظايفه اللي القولون يعني، وبعدين لو هننزل هنا هنيجي ادي السؤال اهو، بيقول لك ال ام سي كيو لارج انتستين ان هيومنز، لها كل الوظائف دي الا وظيفه واحده. طبعا زي ما قلنا كل الوظائف دي بتحصل الا اول واحده ايه، الدايجيشن، ما تحصلش في الهيومن، بيحصل في الهربيفورا. يبقى ده اخر موضوع لنا في الجي اي اللي هو موضوع الايه، لارج انتستين. تمام كده.